ليالي باردة في الأجزاء الشمالية من المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. التفاصيل في هذه النشرة. متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستمر الأجواء المستقرة بالسيطرة في عموم شبه الجزيرة العربية ومنها المملكة العربية السعودية. تكون الأجواء خريفية اعتيادية في عموم المناطق، درجة الحرارة تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق باستثناء المنطقة الشمالية، حيث تستمر درجات الحرارة أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، وتستمر الليالي الباردة نسبيا في المنطقة الشمالية. تفاصيل هذه البرودة نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الأحد وخلال الأيام اليومين القادمين. يوم الأحد استمرت الأجواء خريفية معتدلة، درجة الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، أقل بقليل من معدلاتها في المنطقة الشمالية. خلال ساعة الليل لاحظوا هذا الانخفاض الملموس على درجات الحرارة، خاصة على منطقة تبوك، أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء أيضا من منطقة حائل، حيث تكون درجات الحرارة هنا باردة ما بين 12 و15 درجة مئوية، قد تلامس 10 درجات مئوية فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. يوم الاثنين تستمر الأجواء مستقرة ولا تغيير على درجات الحرارة ولا على الأجواء، تستمر درجة الحرارة حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام في المنطقة في عموم المناطق باستثناء المنطقة الشمالية، تستمر أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، وتستمر أيضا الليالي المائلة للبرودة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الاثنين 35 إلى 20 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 35 إلى 22، ويوم الأربعاء 36 إلى 23 درجة مئوية مع أجواء صافية ومستقرة. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين نبدأ من المنطقة الشمالية، تبوك 30 إلى 17، سكاكا 31 إلى 19، وعرعر 29 إلى 15 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا. المنطقة الغربية المدينة المنورة 35 إلى 21، جدة 35 إلى 27، مكة المكرمة 37 إلى 25، والطائف 27 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخاترة عديد من الأمطار 23 إلى 15، أبها 26 إلى 14، وجازان 34 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 33 إلى 23، حفر الباطن 33 إلى 19، والإحساء طقس صافي مع 35 إلى 21 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى من العاصمة الرياض 35 إلى 20، بريدة 35 إلى 18، وحائل أجواء صافية مع 33 إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.